المشكلة ان دي كانت في خناقة قبل كده سبب الناس استرحت بعدين وراح النهارده الصبح الجسم المأمور عمل لهم محضر صلح وبتاع وطلعهم. طبعا لما طلعهم هم معاهم سلاح. الواد قاعد يقول له ايه وبتاع مش عارف ايه. الواد جاي ساحب السلاح. الواد اسمه طب ممكن تجيب لي اسماء بس يعني بين مين ومين يا حاج؟ العربه والطوابيه. والطوابيه العربه والطوابيه. طب حضرتك تبع مين فيهم؟ انا تبع الطوابيه. تبع الطوابيه. انا شفت واحد قتيل طلع دلوقتي من الطوابيه وفي واحد ميت في المستشفى اسمه دلوقتي. حاج اساميهم والله احنا ما عارفينش لغايه دلوقتي. احنا اساميهم لسه مش شايفينه. سبب المشكله ان هو عيل بيقول له تعالى كده ما تجيش كده. ده المحل بيقول له اوعى ده المحل اوعى من قدام ده كلنا باكل عيش هم بيتنا ما سبب في مشكله قبل كده قديمه. انا راجل من الفيوم واقف هنا. من نازله هم بيتنا في مشكله قبل كده. معاهم سلاح. هم معاهم سلاح مرخص. مسد جاء طلب الطلقه في الوقت دراعه اول هم بيتنا من المره اللي فاتت. هم بيتنا بعدين الناس الكبيره بتاعتهم اللي اتحرقوا. يعتبر كده الشرطه والجيش خلصوا كده شغالين. الشرطه واقفه معانا من الصبح من الساعه 1 بس هم معاهم سلاح بيضربوا نار. احنا معانا سلاح. اللواء بتاع الشرطه خايف يخش بيضرب عليهم نار وخايف. اللواء بتاع الشرطه بيضرب طلع فوق وهم بيضربوا في الرجلين. انا جات طلع رشه اه انا راجل مش دعوه اي حاجه. طلع رشه طلع رشه بلد الاهلي وحاجه انت الخمس كله ولا بلاش كله. اسم عادل محمد. ايوه عم عادل. اللي بيحصل ده واقف حال جامد قوي. معلش بقى انت من اول النهار فعايزك بس تحكي لي القصه اللي حصلت. والله على سيادتك معلش استاذ محمد كلهم بيشكروا فيك وكلهم بيقولوا معانا من الصبح من قبل المعركه فممكن تحكي لي نبذه بعدين. والله كانت علامات السيد المامور وقيادات المامور. اسم اسمه ايه؟ العقيد سيد يوسف. عادل الرئيس والسيد اللي هو اشرف شيخ كانوا كلهم موجودين. والله بس هي المشكله اصلا واخد بالك زي ما انت فاهم يعني اعداد كبيره ومعرفه يعني زي ما انت فاهم يعني ده بيضرب من هنا وده بيضرب من هنا. طب اسمع حضرتك معلش محمد السيد والله هو واخد رشه هو نوم متعور في دراعي بس هي العمليه يعني احنا بنقول كلنا في ده البلد دي يعني وعاوزين بس ربنا يسترها والناس تهدى عشان البلد دي تستقر. انا شايف ملكي واحد ملكي بس ما رضيش يقلب احداث اسمه ايه رئيس المنطقه لا ده احد الناس المعاونين يعني اللي كانت بتشيل معانا يعني برضه من الناس اللي هي بتخلص يعني مفيش حاجه. يعني كده تم السيطره على الموقف؟ تم السيطره طبعا بوجود قيادات الشرطه وقيادات الجيش. مين من قيادات الشرطه موجود؟ في اللي هو عادل الديري مدير القطاع اللي هو لابس ملكي؟ لا ده سعادتك مدير قطاع ميري واللي هو عشان الشيخ مساعد الفرقه والمامور اللي اسم السيد العقيد سيد يوسف وموجود القوات اللي اسمه كلها الامناء والظباط وكله موجود يعني الحمد لله. والسيد الحكمدار محمود علي متواجد وكلهم يعني الحمد لله يعني كلهم موجودين يعني. شكرا. بس احنا اهم حاجه ان ربنا يهدي علينا الناس شويه عشان يا رب ودي احنا داخلين على ايام مفترجه وايام كبيره. يا ريت بس يعني الأذان كان الناس بتأذن يعني الساعة 1 الناس أذنت الساعة 2 الناس أذنت عشان يقول لك ربنا يهدي. احنا كلنا أصلا مصريين مش عارف هنعمل في بعض ليه كده. جينا هذا الحديث بقى نزلنا عن المكان في الواقعة وزي ما حضرتك شايف قدام الحلاق حصل بينهم ضرب نار. ايوه العيلتين حصل بينهم ضرب نار ولا ايوه العيلتين ضرب نار بين الاهلي والخرطوش. حتى بالعماره في بيلي كمان بعض المواطنين في الظهر من ورا مواطنين ماشيين في الشارع عادي. أيوة. في حد المواطنين قاعدين اتصاب؟ لا مفيش حد من المواطنين اتصاب. طب هم الاصابات بين العيلتين حوالي قد ايه؟ لما ثلاثه قتلى سيادتك حتى الان ثلاثه قتلى. ثلاثه قتلى سيد جلال مستشفى الهلال مستشفى ايه تاني التالتة؟ مستشفى الهلال ومستشفى الهلال احمد ماهر مستشفى الانجيلي العرابة يا جماعة العرابة اللي هم بيتخانقوا مع بتوع الطوابية دول هم دول كانوا بيضربوا اسلحة في اربع مات من عندنا معاهم الزفيرة والجيش مدرجهم بالجيش اثناء وجوده المستشفى على طول مستشفى الانجيلي اللي جنب سيبناه هنا. ده مات متأثر بايه؟ اللي اتعمل صورنا انا خلاص. عايز الرصاص اربعة مات اسميهم انا شايف بعينيا واحد اسمه واحد اسمه خالد يعني اربعة عارفين هم اللي كانوا بيضربوا ازاي؟ فيهم اثنين زباين الناس من الناس تشتري مش تنباع حاجة يعني الناس اللي تشتري مش تنباع حاجة الناس تشتري مش تنباع حاجة بين الطوابية والعرابة
دول بتوع البلد ودي بلد واحد مات. شفت الواد اللي قعدت وده دايما على طول يعني على طول مش غير برضك نفس القصه تقريبا من حوالي شهر تقريبا من حوالي شهر هنا فوق من فوق العماره هنا بيضرب خطوط نزلنا برضك نفس الوقعه هي هي برضك الواقعه يا اللي على طول كده من عارف.